معي رئيس مجلس إدارة الام تي في، بدي أوضح شيء. رح أعطيك الميكرو. بدي بس بليز إذا في مجال دقيقة بس رح أعطيك الميكرو، بس أعطيني بالنسبة للتمويل الام تي في بقضينا. أنا ما عم بحكي أستاذ ميشيل عن تمويل مصاري، بدي أوضح الموضوع لأنه أنا ما عم بحكي عن تمويل. بدي أقلك إنه اليوم نحن عم نتعرض على حملة كتير كبيرة بالإعلام، والكلمة اللي قلتيها خطيرة. هلا بيفهموا إنه في تمويل. بليز أعطيها الميكرو لو سمحتي، بس واضح شو يعني تمويل ام تي في، لو الناس عم يتهمونا وسائل الاعلام بالمطلق يعني ككل، ونحن بالتحديد انه عم نتلقى تمويل. لما الام تي في بتفرجينا هيك صوره، هيدا تمويل. ايوه هيدا هو، بس هيدا اللي حبيت واضحه مش اكثر. لما الام تي في الام تي في بتطلع الام والبي والولد والجعان والفقير، بتخليهم يقولوا شو صرختهم ويصرخوا ويحكوا عن انسانيتهم، هيدي هي التمويل. شكرا. هيدا الهوى، هيدا الهوى اللي بتسمحوا لنا فيه اليوم. لا بس هيدا اللي كان بدي وضحه، بس هيدا بالعكس يعني. يعني اليوم انا بدي اتشكر كل اكيب الام تي في، لانه اكيب الام تي في عم يشتغلوا 19 ساعه بالنهار، بيتركوا بيوتهم 5:30 الصبح، بيبقوا للوحده الصبح، ما حدا منهم سال كيف باخر الشهر بدنا ندفع بدنا نقبض معاشاتنا، ما حدا سال هالسؤال. باكد لكم انه نحن بنحيي جويس والكل، كل الاكيب، لانه العهر الاعلامي لانه جويس عملت اكيد جهد، وغيرها كثير يلي بيكونوا بالكواليس وما بتعرفوهم وما بتعرفوا اساميهم. نحن اكيب اكثر من 800 شخص اليوم بهالمؤسسه. بدي اياك تعرفي شغله، ما حدا سال، بس انا عم بسال مثل كثير اليوم ناس عندهم مؤسسات بهالبلد مش عارفين كيف باخر الشهر رح يدفعوا معاشاتهم. انا بدي بس ما حدا سألين، مش بس ما حدا سال، ما حدا سال وما حدا سألين، لانه كلنا بنضحي. امبارح الساعة 12 لما وقفتوا البس وبطل طلع، ما عاد طلعت جلي الديب وما عاد طلعت طرابلس، قالوا انكم زهقتوا منا مشان هيك فليتوا، نحن كنا مراهنين عليكم اليوم ترجعوا، وانتوا صدقتوا انه انتوا تي في الثوره والحريه والسياده والاستقلال. استاذ ميشيل، بليز. طيب بدك تحكي؟ نعم اتفضل احكي. بس اعطيها الميكرو بس شغلي. وين رحت تركني استاذ ميشيل؟ شرف استاذ ميشيل. استاذ ميشيل حدا بده يحكيك شو جاي؟ في شغله حابب اوضحها، شيء بيرفع الراس. انتم مش بحاجه لدعايه، ما في شك الشباب اللي عندكم على الارض ما في احلى منا لوجه الصبح 2:00 و3:00 و4:00 الصبح عم نسقوا معنا بالزوق، الريبورترز عم يتطمنوا على وضعنا، وقت كنا مهددين انه الجيش رح يفتح الطريق البحريه من 2:00 للساعة 4:00 الصبح. عنا شباب شي بيرفع الراس، عنا ابطال. هالشاب اللي عمره 15-16 سنه اللي هلا عم يضحي، اللي انا ما بتمنى ابني وقت يصير عمره هالعمر يصير بهالعمر يعيش هالشي، وجههم اسود قاعدين على معمل الزوق، كلنا قاعدين بالزوق عم نتنشى. هالدخون اللي صار له فوق ال 40 سنه، هالتلوث المقرف. نحن بلد عنا هالحضارة، يعني شو حلو شو فتح قلنا بهالريبورترز، وخاصة في شخص معين بلا ما تسميه بتعرفوا مين، فتحنا قلنا قاعدين الشباب، هالشباب صغار بنكين. مين قول مين؟ موريس. موريس قائد ثورة من صار الوقت. صراحة في كذا ريبورتر، بس شكرا لك، بدي أعطي المداخلة. ثانك يو لك، تفضل. بخصوص الام تي في، أنا كنت باسطنبول وقتك وصارت الثورة بلبنان، فجأة صارت الثورة بلبنان، كل العالم بدها تتضامن، كل العالم وكل اللبنانية ببلدان الاغتراب بدهم يتضامنوا مع هالثورة. رحت على الوقفة التضامنية اللي صارت باسطنبول، الام تي في كانت المحطة الوحيدة اللي نقلت الثورة اللي صارت باسطنبول، وهي المحطة الوحيدة اللي كانت عم بتغطي. وبدي واجه تحية لرالف دومت لأنه كان قبل الكل هنيك وناطرنا كلنا لجمعنا لغطى الثورة، ما كانت ولا محطة لبنانية عم تنقل هالشيء. مرسي للام تي في. تانكيو. مرسي. بس انا كمان بدي بوجود الاستاذ ميشيل مور، يعني بوقت انه نحن ادنا كتلفزيون كزملاء تعرض لزملائنا بالاو تي في، نحن بنستنكر طبعا كيف تم التعاطي مع جويس حقيقه او بعض الزملاء على الارض. انا بعتبر انه هيدي قمه الفجور في التعاطي مع زميلة جويس عائل اللي صار اليوم، وهيدا ما بيليق لا بتاريخ التيار الوطني الحر ولا بتاريخ المناصرين تبعه ولا بتاريخ الاشخاص اللي كانوا على الارض موجودين.
طوال فترة 30 سنة من الاحتلال السوري للبلد. بعتقد انتو ما بتحبوا حدا يلغيكم، كنتوا ما لازم تسعوا لإلغاء الآخر. وقت الام تي في كان صوت التيار الوطني الحر بزمن الاحتلال السوري، بعتقد ما كان موجود في حدا آخر أيضا، وتسكرت الام تي في نتيجة وقوفها مع حلقة الرئيس العماد ميشيل عون. بعتقد ما بيليق بسمير صفير اللي عمله اليوم على 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 الساحة وتجاه زميلي جويس حقيقي. وأنا حابب أذكر شغلي بموضوع الام تي في، إنه إحنا بسنة 2000 وقت قلنا وطلبنا انه الجيش ينزل على الجنوب، كنا الوحيدين اللي عم طالب بهالوقت انه ما تبقى ساحه فاضيه. وقت طلبنا بهالوقت وكنا نقول انه الجيش السوري هو محتل مش وجود مؤقت وشرعي، كنا الوحيدين بين الاعلاميين نسترجي نقول هالشيء. واليوم نحن للاسف الوحيدين بين الاعلاميين يلي عم نسترجي نقول مين عم يتسبب بالمشاكل على الارض. نحن ما منهين لا السيد حسن نصر الله ولا اي حدا تاني، ولكن بس ينزلوا اليوم على الارض الشباب بس يلقطوا الميكرو ويقولوا لا مش كلهم، يعني كلهم ما عدا السيد، لا يسمحوا لنا. السيد حسن نصر الله نحترمه كرجل دين، بس السيد حسن نصر الله عم يتعاطى بالسياسة. وقت بينزلوا الشباب على الارض يفتعلوا مشاكل، الام تي في وحدة بتقول هالكلام هذا. شكرا مدير، ميرسي، يعطيكم الف عافية.